في الاتجاه الثاني. الالوان الاسود ده اللي هو المنسج ده، ممكن يبقى جيلبر او فريم او قرش او برانكين، اي حاجه من المنسج. وحط ايه بقى في الاتجاه الثاني؟ وحط ثمرات انا ولا دي حاجه عندنا يا جماعه. خلاص اللي فوق ده كله بقى لحد مين؟ السقف طبعا سقف ايه افقي. اتفقنا ان المكنه دي بقت صغيره، اي حاجه فيهم فبتمشي ايه؟ سورة الأشياء أي صلاة بقى في المعهد ممكن تعملها بالنظام اللي احنا عملناه ده. خلاص هو بيقول لي احنا محتاجين نحفظ الصلاة دي، احنا عايزين نعمل إضاءة وتهوية طبيعية، فالشبابيك أو الإضاءة والتهوية الطبيعية بتبقى منين؟ نفس من الجناية دي الشبابيك في الجنب زي ايه مثلا كده. خلاص بيقول لك بقى في سؤال برضه، بيقول لك الإضاءة الطبيعية دي أو التهوية يعني عشان تبقى أهو عشان تبقى مناسبة لازم يبقى إيه؟ لازم مساحة الشبابيك تبقى لا تقل عن 20% من مساحة الأرض. في البحيرات الكبيرة أو المساحات الكبيرة الشبابيك دي مش هتكمل، فلازم بقى أشوف حل تاني. الحل التاني بقى اللي هو إيه؟ السقف السدوسي. نفس الكلام اهو، الصالة تلميذ سيستم وكهرباء كل ما تخيس. باجي برفع الصالة، برفع السقف بتاع البلاطة في منسوخ حتة وانا دلوقتي يبقى ده السقف وهكذا. ايه الفكره بقى في ان انا عملت كده البلاطه وغطيها السقف كله، يعني السقف كله وغطي البلاطه، بس خليت بقى مساحات راسيه عشان احط فيها ايه؟ شبابيك. خلاص دي شبابيك اهو، بالاضافه طبعا للشبابيك اللي فين؟ اللي في الجنان. خلاص يبقى الشبابيك دي، وده طبعا البعض بيسأل ايه الشرط، ده البعض بيسأل ايه الشبابيك اللي انا خلقتها فوق دي، هقلل بقى الشرط بتاع مساحه الشبابيك تبقى ايه؟ اكبر من 20% من تحت الشرط. بيقول لي شرط بقى الشبابيك ده، لازم الشبابيك دي تبقى في اتجاه ايه؟ الشمال. تمام؟ ولما اقوم اقطع قطعه كده في الصاله لا انا ده شكل السقف، يبقى السقف اسهل المنشار عشان كده سموه ايه؟ سوفيتوس. تمام؟ الشرط بقى بتاع الشبابيك تاني ان لازم اتجاه الشمال يشد الشباك، ده الشمال هو يشد الشباك، يعني ما ينفعش تقول الشبابيك الناحيه دي وتبقى في اتجاه الشمال، لان الشمال ده يبقى الشرق وده الايه؟ الغرب وده الجنوب، يعني ده البحري وده المفروض الايه؟ الشمس بقى تيجي من الشرق لايه؟ للغرب. والشمس لما تيجي كده من الشرق للغرب هيخش اشعه الشمس بس مش مباشره، وفي نفس الوقت في تغيرات طبيعيه. ماشي؟ هي دي الفكره من عمل الموضوع ده. طبعا برضه الموضوع ده يجي مع اي سيستم، يعني الناس ده من سيستم بتاعي ملوش دعوه بالموضوع، ممكن برضه يبقى ايه؟ جلدر او فريم او قرش او غنم. ماشي؟ طبعا دي حاله من الحالات، ممكن ان شمال تاني الاتجاه ده. هو بيقول لك ليه الشمال؟ عشان ده البحر، البحر ده بعكسه ده اللي هو ايه؟ الابن. طبعا انت لما تيجي تشتري شقه مثلا يقول لك بحري بتبقى اغلى من ابني عشان الايه؟ يخشها شمس بس مش طول النهار، والشمس تفضل ضربه فيها طول النهار. تمام؟ لان الشمس بتيجي من الشرق الايه؟ لو بتيجي كده تخش شمس بس مش مباشر وتهويه طبيعيه. تمام؟ هي الفكره اصلا من عمل الشبابيك دي انها تعمل تهويه طبيعيه بدون اشعه شمس ايه؟ مباشر. ماشي؟ السيستم ده بقى بنسميه عشان هو في اتجاه الشمال بنسميه نورث لايت سيستم. او ممكن نسميه كمان بيدخل اضاءه غير مباشر بنسميه اندايركت لايتنج سيستم. يبقى السقف ده ليه ثلاث اسماء، يا اما سيتوس يا اما اندايركت لايتنج سيستم يا اما نورث لايت سيستم. امتى بقى تعمله؟ يعني المفروض اعمل اي سقف عادي، بلاطه عاديه في او بيتك عادي، امتى اعمله؟ لو قال لي واحده بقى من الكلمتين دول، قال لي اعمل اضاءه طبيعيه او نورث لايت سيستم او سيتوس. ماشي؟ طبعا مش لازم دايما. طب لاحظت بقى هنا اتجاه الشمال عمود على مين؟
على عين الشرطة دي حالة من حالات اتجاه الشمال عند عين الشرطة. احنا عندنا بقى حالتين، الحالة التانية ممكن حاطط بقى السبب بتاعتها في اتجاه الشمال عمود على ايه؟ على ايد الوقت. ماشي، يعني لو هو نفس الصالة بس اتجاه الشمال بقى لينا ناحية. طبعا المهم سيستم يا جماعة بنطلع من الموضوع خلاص. المهم سيستم ايه؟ اتجاه الطيارة عمود الشرطة وبيتكرر كل مسافة ايه؟ وده اللي بيقوله معاك. بيقول لي لازم تعمل الشبيك ده ازاي؟ لما تيجي تعمل الشبيك لازم تبقى مقابل للاتجاه ده. فانا برفع الارض مرة اهو. كده رفعت البلاطة في حتة ونزلتها في حتة. ما تبقتش. عشان اخلي مساحة هنا يا جماعة. الشبابيك. وهكذا بقى. خلاص يبقى دي بلاط اهو تقعد تكرر الكلام. طبعا هنا خليها تبقى مساحه رئيسيه ينفع تحط فيها ايه؟ شبابيك. هنا الشبابيك دي بقى يبقى مكانها فين؟ قبل المينا الشمال. يبقى الشباك مقابل برضه للشمال، يعني انت لو جيت خدت القطع كده هيبقى ده شكل القطاع وده شكل مين؟ الشمال بيشد الشباك. ماشي؟ خلاص هي دي الفكرة من عمل ايه؟ خلاص؟ هو المفروض اتجاه الشمال ثابت، الأرض هي اللي ايه؟ اللي بتلف وخلاص. أيوه هيقول لك الشمال عمود على عين الشرطة، الشمال عمود على عين الشرطة. ماشي؟ هو في فكرتين اهو، مش هيقول لك الشمال وخلاص. هو يديني اتجاه الشمال يا اما يا محمود على الاقل شورت يا اما على الاقل شورت. تمام. المهم يعني انت عندك كام حاله؟ حالتين. لما تيجي تقطع بقى ناخد شكل القطاع ده كده تبدا اهم حاجه عندنا لو قطعت في السطوس ده كده او في السطوس ده كده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى ده شكله عباره عن بلاطه وهنا في هنا طبعا الكلام ده ايه؟ في الكلام ده شكل القطاع بتاع السويس يا جماعه. ده بقى المفروض يركب على الصاله، الصاله هي في الاتجاه الطويل او في الاتجاه ايه؟ وده السكشن فيه عبارة عن ايه السكشن ده بقى؟ طبعا المفروض الشمال يبقى فين؟ هنا كده. ماشي؟ أي سقف سكوت مكون من بلاطة أول حاجة، بلاطة مايلة. طبعا البلاطة المايلة دي ممكن يبقى نوعها ايه؟ يا إما سوري سلاب يا إما أول بلوك. إحنا اللي هنحدد برضه لوحده. خلاص؟ تاني حاجة في مين بقى؟ في مين؟ الحمل بتاع البلاطه ده يا جماعه اهو البلاطه دي ماشيه دي البلاطه المهيله دي ماشي هي مفيش حاجه ماسكاها غير يحط لها كاميرا تحت وكاميرا فين؟ فوق يعني الحمل بتاعها هيبقى وان واي في الاتجاه المايل ده والصا ينزل تحت والصا يطلع ايه فوق النص اللي هيطلع فوق ده هيروح فين؟ كاميرا فوق بنسميها كاميرا الريدج بي يبقى انت عندك تاني حاجه في ايه؟ ريدج بي عايز تسميها ريدج بي نسميها ريدج بي بنقول انها كاميرا ايه؟ فوق بتربط السقف الشكوس من فوق. الحته اللي طالعه دي تبع مين؟ تبع البلاطه عشان بس الشتا ما يخش جوه الشباك. طبعا ده اللي شايل الكاميرات دي بقى بوست. بوست يعني عمود صغير كده. ماشي؟ البوست ده بقى يا جماعه بيتكرر كل مسافه. فين بقى البوست ده؟ فين؟ يعني انا واقف الحته دي بس. في بوست اهو. البوست ده بيتكرر كل مسافه عشان تحط الايه؟ الشبابيك. ماشي البوست ده بيتكرر كل مسافة من 2 ل 4 متر ماشي يعني هو بيتكرر من 2 ل 4 متر زي التعامل بتاعه زي التعامل بتاع الكاميرا نفس الكلام ده يبقى تالت حاجة مين؟ البوست في ايه تاني بقى؟ كده في نص يطلع للكاميرات الريدج وبعدين ينزل على البوست
والنص التاني هينزل للكاميرا دي. رابع حاجه اللي هي اهم حاجه في الموضوع اللي شايل السقف كله اللي هي مين بقى؟ الكاميرا اسمها الواي بي، هي اسمها واي بي عشان هي عامله شكل يا جماعه واي، البوست مع البلاطه مع الكاميرا عاملين واي بي. يبقى مكونات الزيتوس هما الاربع حاجات دول، بلاطه وريد جرين وبوست ومين واي بي. خلاص الحمل بقى ماشي ازاي في البلاطات دي؟ او المثال بتاع الحمل يعني حد يقول البلاطه، خلي بالك البلاطه جزئين، في جزء علوي وجزء ايه؟ يعني جزء هيطلع لفوق اهو وجزء هينزل فين؟ تحت. بالنسبه للجزء اللي هيطلع لفوق هيروح لمين؟ للريد جي بي. الريد جي بي ده هيتقدم مين؟ بوست. البوست بعد كده البوست ده هيتقدم مين؟ واي بي. واي بي ماشي. بالنسبه بقى للجزء السفلي واي بي مع الكرة هيروح للواي بي مع الكرة. يبقى مين اهم حاجه بقى في الموضوع؟ واي بي. كل الاحمال السدوس يا جماعه هتروح لمين؟ هتروح للواي بي. خلاص كده تمام؟ الواي بي من اللي هي مش ستيل؟ لا ما هو ده سخيف طبعا عشان كده لسه قدام. ده شكل السقف السدوس يا جماعه عموما ايا كان. المفروض بقى السدوس ده هيركب ايه؟ هيركب هنا. والسدوس ده هيركب ايه؟ هنا ماشي؟ فهنا بقى هنا او الحاله الاولى يعني. الحاله الاولى لما يكون اتجاه الشمال عمود على الصيف. عايزين نعرف بقى مين الحاجات اللي تحت قلناها دي واي جيم ومين المين سيستم وكده. فاول حاجه اهو اول حاجه لما يكون الان معمول على الان شورت يبقى دي الصاله هو جايب لك ده اتجاه الشمال ماشي وده الان شورت وده الان شورت. طب حط بقى المين سيستم فين اكيد؟ المين سيستم اللي بتعرف الموضوع ده المين سيستم خلاص بيتكرر كل ما سالش اسمه. لما تيجي تعمل بقى الشبابيك اللي المفروض تعملها فين؟ تكسرها بتلات بلاطات وعمودها على الشمال يبقى ده اتجاه الايه؟ الشمال خلاص؟ لو جينا نرسم بقى القطاع اللي احنا عمالين نرسم فيه هناك يبقى دي مين؟ بلاطة وده مين؟ البوست ودي ال جي بي ودي هي زيادة البلاطة تحت هنا في مين؟ الواي بي. الواي بي يبقى المفروض مين الواي بي دي؟ الواي بي هو القطاع ده يعني لو رسمت لك تحت اهو وده شكل السقف السوري بتاع اللي احنا عايزينه. يبقى مين الواي بيم؟ الواي بيم هي المين سيستم. يبقى في حالة الشمال عمود على الانشور الواي بيم هو مين؟ المين سيستم ماشي. ويبقى الحمل ماشي ازاي بقى عشان لما انت بتصمم دايما المين سيستم هو الاساس. يبقى البلاطة هترمي على مين؟ على الريد جي بيم. الريد جي بيم هترمي على البوست والبوست هترمي على مين؟ على الواي بيم. هتشيل الواي بيم يبقى هو مين؟ المين سيستم. النص التاني هروح اعمله على طول على الواي بيم اللي هو المين ماشي. هو يجي بقى في الامتحان يقول لك صمم المين سيستم يبقى انت المفروض الواي بيم هي المين ايه؟ المين سيستم. ده في الحاله دي. الحاله الثانيه انا بص لها الحاله الثانيه اللي هي الشمال عمود على ايه؟ على الطويل. لما يكون الشمال عمود على الطويل يبقى دي الصاله وده الشمال ده هيد شورت وده هيد لونج. هتحط انت المين سيستم فين؟ في الوسايط. المين سيستم يا جماعه من دعوه الموضوع بس عشان تبقى ايه؟ فاكر زي لما تيجي تعمل بقى التكسيره بتاعت البلاطه او الشبابيك هتعملها فين؟ كده. لو عملتها كده طبعا يبقى ايه؟ لا غلط. لان الشمال لازم يكون في اتجاه الايه؟ الشباك. فده هتضطر تعمل بقى الشبابيك كده عشان يبقى ده الشمال يشد الايه؟ الشباك ماشي؟ هتيجي تعمل انت ايه؟ ده القطاع بتاعك اهو ده القطاع بتاعنا بتاع السبوت دي مين؟ البلاطة ودي البلاطة وفي من هنا ده بوست وهنحط ايه؟ المفروض الواي بي بقى فين؟ هل الواي بي مين سيستم هنا؟ الواي بي يبقى المفروض تجيب لها ايه؟ كاميرا عشان تشيل السقف السدوس ده. يبقى المفروض هنا احط كاميرا في الاتجاه الطويل. كاميرا في الاتجاه الطويل دي يعني ايه بقى؟ كسبب عشان تشيل مين يا جماعه؟ تشيل السدوس. فلما تيجي تطلع اهو يبقى دي القطعه اللي فيها ده القطعه اللي فيها ودي البلاطه الميه وده البوست ودي التكسيره بتاعت البلاطه ودي ماشي. يبقى القطاع ده كده كده هو القطاع بتاع السيستم شكله ثابت انا بحطه بس على الايه؟ على الصاله بتاعت السيستم بتاعي. يبقى هنا مين الواي بيم؟ مين الواي بيم يا جماعه؟ سكندري بيم. الواي بيم هي الكاميرا دي. يبقى انت في الحاله دي لازم احط سكندري ايه بقى؟ بيم. لازم احط سكندري بيم ليه؟ عشان الواي بي هي السكندري بي مش هي المين سيستم.
ماشي؟ وهي بقى مسار الحمل ماشي ازاي؟ من البلاطات لمين؟ سكندري. الحمل بتاع السلسلة مع السلسلة يبقى البلاطة بتروح لمين؟ للريتش بين. بعد كده الريتش بين؟ للبوست. بعد كده برضه البوست لمين؟ الواي بين. هنا بقى الواي بين مش المين سكندري. سكندري بين. سكندري بين وبعد كده سكندري بين هتلم على مين في الآخر؟ على المين سيستم. طيب القطة اللي تحت بقى يروح فين؟ هيروح على الواي بين؟ الواي بين. بس الواي بين بقى تشيلها وتحط مين؟ سكندري بين؟ سكندري بين على مين؟ المين سيستم. اه المين سيستم. يبقى ايه الفرق بقى بين الحالتين؟ ان في ستيب زياده في الموضوع. هنا في خطوه زياده اللي هي خطوه ايه؟ سكندري بين. سكندري بين. يعني في خطوه قبل ما يروح للمين سيستم في سكندري بين. طبعا في الامتحان هيجي يقول لك اعمل سيتوس. يبقى السيتوس في حاله الشمال عموده على الطريق مش محتاج اصلا يا جماعه. مش محتاج سكندري بين. انت بقى حافظ لا انت تحط سكندري بين. هنا لو حط سكندري بين ليه؟ هنا البلاطة كلها في مستوى واحد فعايز تقسمها بتحط كمرات في الاتجاه القصير وكمرات في الاتجاه ايه؟ الطويل. هنا بقى البلاطة ايه اللي حصلها اصلا؟ مال لو جيت حطيت كمرة حاجة تانية افترضنا ان انت عايز تحط كمرات كده ايه لازمتها؟ مش شايلة حاجة اصلا. البلاطة يا جماعة في مستوى وهي ايه؟ في مستوى تاني. يبقى هنا مفيش حاجة اسمها ايه؟ سكندري بين. سكندري بين موجودة ليه بس في السودوس ده؟ موجود عشان هي تشتغل مكان الواي بين. وبعد كده الواي بين دي او السكندري بين دي هتلم على مين في الاخر؟ على المين سيستم عند النقط دي كلها. ده المعاني اللي عندنا بالمسائل كلها، يعني كل المسائل بتبقى حصلت في النوعين دول. نيجي بقى بيقول لي نوع البلاطه المائله دي بقى ممكن تبقى هولو بلوك او ممكن تبقى ايه؟ سوليد سلاب. على حسب ايه بقى؟ على حسب المسافه بين الاثنين واي بين واي بين وبعض. انا همسح كله اهو. ونسيب القطاع بتاع السدود ده بس. بيقول لي في مسافة بين الواي بين وبعضهم اللي هم مين؟ ليه المسافة دي؟ المسافة دي بقى اتفقنا ان دي الواي بين، المسافة بين الواي بين وبعضها هنسميها ال اس. بيقول لي نوع البلاطة ده اللي هي البلاطة المايلة دي هيتحدد على حسب مين؟ ال اس. وده سؤال عندك في الامتحان نظرك. يعني يقول لك البلاطات انواع البلاطات في السدود. في ثلاث احتمالات بقى يا جماعه. اول احتمال لو المسافه بين الواي بين وبعضه اقل منها او يساوي 5 متر. بيقول لك لازم تعمل ايه؟ يوز وان واي سوليد ستاب. خلي بالك ده مش نظري بس عشان هو هيجيب لك المساله ويحدد لك المسافه بين مين وبين الواي بين وبعضه. يعني يقول لك خد المسافه بين الواي بين وبعضه 5 يبقى لازم تعملها ايه؟ وان واي سوليد ستاب. يعني ايه بقى وان واي سوليد ستاب؟ يعني دي البلاطه المايله اهي ودي فين؟ في كاميرا تحت وفي كاميرا فوق. مين الكاميرا اللي تحت دي؟ الواي بين. ومين دي؟ دي الريتش بين. يبقى البلاطه مفيش غير الكاميرتين دول بس اللي ايه؟ اللي شايلين. يبقى تروح فين؟ تخيل انت تاني بدل كده عندك بلاطه متشال على الكاميرتين. لازم هيروح مين؟ الكاميرتين. يبقى الكاميرا يمشي كده كده غصب عنه ايه؟ وان واي في الاتجاه المايل ده. خلاص؟ يبقى دي هتبقى بلاطه سوليد سلاب وان واي. حد عنده مشكله في دي؟ ده النوع الاولاني. امتى بعمله؟ لما تكون المسافه دي اقل من او يساوي 5 متر. النوع الثاني بيقول لي لما يكون ال اس من 5 ل 8 متر. هعمله ايه بقى؟ ما عادش هينفع وان واي سوليد سلاب دي. هنشتغل يوز وان واي هولو بلوك سلاب. خلاص؟ يعني شكلها يبقى عامل ازاي؟ دي برضه البلاطه المايله اهي. في تحت في فوق كاميرا وتحت كاميرا. وده البوست. عايزين نعمل البلاطة دي وان واي هولو بلوك في الاتجاه ده. يبقى تعمل ايه؟ حط الاعصاب في الاتجاه المايل ده. يبقى انت هتيجي تبص بلوكات كده تجيب مسافة وتحط ايه؟ في الاعصاب. خلاص كده؟ يبقى انت كده عندك بلاطة وان واي في الاتجاه الايه؟ المايل ده. دي هولو بلوك وان واي. تمام؟ يبقى امتى بعمل هولو بلوك وان واي دي؟ لما يكون المسافه دي كام؟ 5 ل 8. خلاص هتلاقي الكلام ده عندك في الشيت. السؤال الثالث في الشيت هو الحاجه دي اللي احنا بنتكلم عليها. هتلاقي مره جايب لك المسافه بين الواي بين وبعضه 5 ومره 8 ومره 12. يبقى انت اول مره تعمل ايه؟ وان واي سوليد سلاب. ثاني مره وان واي ايه هولو بلوك. لو اكبر من 8 بقى النوع الثالث
لو ال ال اس ده من 8 مثلا ل 12 متر تعمل ايه بقى؟ بقول لك مش هينفع نعمل بلاطه وان واي اصلا. هنعمل ايه بقى؟ يوز سوليد سلاب ويز بيمز. يعني لازم مساعد البلاطه بايه بقى؟ كمرات. فانت عندك اهو دي البلاطه ماشي اهي، في من تحت كمرة تحت كمرة فوق وده البوست ودي الكمرة. ما عادش ينفع بقى تعملها اون في الاتجاه ده، لازم نعمل ايه؟ مش انت عندك كمرة فوق كمرة تحت، ممكن اجي اجيب كمرات سند عليهم كده، يبقى كمرات مايلة دي ولا افقية دي ولا ايه؟ مايلة عشان تشيل السقف لازم تبقى مايلة. يعني دي لو الكمرة دي ماشية كده الكمرة دي تركب عليها كده تمام؟ وهنا برضه تيجي تركب عليها ايه؟ هنا يبقى في ايه؟ كمرات في الاتجاه ده. يبقى السقف دلوقتي هيبقى سوليد سلاب صح؟ هيبقى اون ايه بقى ولا تو ايه؟ عادي براحتك بقى. في اربع كاميرات دلوقتي السقف ده بقى متحط بكام كاميرا؟ اربعة. مين هما الاربعة دول؟ الاثنين اللي تحت خلاص. طبعا الاحسن ايه بقى؟ انها تبقى وان واي بس بقى اتجاه قصير. انت هتيجي مثلا دي بقت 10 متر ولا 12 متر بقت كبيرة صح؟ هتاخد المسافة بين دي ودي كام؟ دي زي البوست او زي السكندري بي اثنين لاربعة، يبقى مين بقى قصير؟ اللي هو الافق ده القصير، يبقى الاحمال هتمشي كده في الحالة دي ماشي؟ يعني انت بتاخد قلبت السيستم، بدل ما الحمل كان ماشي على المايل بقى ماشي على الايه؟ على القصير خلاص؟ ويبقى عندك دي الشريحه بتاعت البطل اللي انت المفروض ايه تحلها تمام؟ حد عنده شريحه الثلاث انواع دول؟ دول الثلاث انواع بتاع السدوس ده. طبعا دي حاله عامه اللي انا راسمها، دي ايه؟ تعتبر حد يقول لي تعبر عن عدد الطرق. ودي برضه صوره السلام هي واحده، يبقى 1 واي سوليد سلام، يعني المسافه دي كانت كام مثلا؟ 5 ماشي؟ الحاجه الثانيه بالنسبه بقى للبوست كده، احنا عرفنا اول معلومه بالنسبه للبلاط. ثاني حاجه البوست، البوست ممكن يبقى يا جماعه او ايه؟ راسي او مايل. طبعا الدكتور في المحاضره اللي قبل المراجع على طول ايه؟ مايل. سواء ممكن يبقى راسي برضه. امتى بقى يبقى راسي وامتى يبقى مايل؟ تعالى نبص كده للرسمه دي تاني صغيره اهو، عشان في شويه النظر كله يا جماعه في الايه؟ في السدود ده. يجي يقول لك بقى ايه؟ المفروض المسافه دي ال اس صح؟ اول حاجه بيقول لي زاويه ميل البلاطه دي المفروض باي مثلا تروح من 20 ل ايه؟ ل 30. ده اول سؤال، ليه بقى زاويه ميل البلاطه تروح من 20 ل 30؟ عشان زاويه استقرار مين؟ الخرسانة، اللي هي الانجل اوف ايه؟ انجل اوف ريبوز بتاعت الخرسانة كام؟ من 20 ل 30. يعني ايه بقى انجل اوف ريبوز دي؟ انت طبعا بتعمل شنطه خشبيه عشان تصب السقف. طول ما الزاويه من 20 ل 30 هتصب والخرسانه تفضل ايه واقفه عشان تشكل مين؟ السقف. لما الزاويه دي بقى تزيد بقت 45 مثلا هتيجي تصب كل عمال بقى ايه؟ يجري بقى لتحت. يبقى ايه الحل؟ لو انت عايز تعملها زاويه مايله 45 يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ شده لازم تعمل شده بالضرب او دبل ايه؟ دبل شاتل ماشي؟ خلاص. يبقى اول سؤال ليه زاويه ميل البلاطه من 20 ل 30 عشان الاستقرار بتاع الخرسانة. طيب زاويه ميل البلاطه دي عملت لي مشكله في البوست، قال لك البوست ده عمود صغير يعني بتاعه بيبقى 25 مثلا في 25، فارتفاعه المفروض ما يزيدش عن كام اقصى حاجه؟ 3 متر. عشان ما يحصلوش ايه بقى؟ خدت انت باقي مكانه لو عملت عمود اكتر من 3 وبتاعه 25 هيحصل له ايه؟ باقي. فايه الحل؟ يبقى ده هيفضل ثابت 3 والزاويه دي هتفضل كام؟ 20 ل 30. هنعمل ايه؟ وايه الاس ده اللي هيحصل له؟ بيزيد. انت لو رحت حسبت في البيت لحد ايه الاس ده اقل من 6 متر البوست ده بيطلع اقل من كام يا جماعه؟ من 3 بناء على الزاويه دي خلاص؟ تيجي بقى تحسب لو ايه الاس ده اكبر من 3 تلاقي ايه اللي يحصل بقى؟ يحصل بقى شويه مشاكل عندك كده. عبد الله اتغير يا جماعه. ايه هو المشكله انت شفتها؟ شافت اعمله بقى اهو. انا كده ميل يبقى ميل انت الاول اكبر من 6. ليه بقى؟ عشان لو انت عملت راسي كان هيبقى الارتفاع اتش ده اكبر من كام؟ من 3 متر. يبقى يحصل ايه؟ باكلينج او انبعاث ماشي؟ دي اول مشكله. تاني مشكله ايه اللي هيحصل؟ البحر بتاع البلاطه ايه اللي هيحصل؟ هيزيد هيزيد. فالمومنت هيبقى ايه؟ عادي. عشان تقلل المومنت بقى عملت ايه؟ وكمان ميل. يبقى في فائدتين من تمييل البوست. اول حاجه عشان ما يحصلش انبعاث لمين؟ العمود. تاني حاجة عشان تقليل بحر مين؟
بحر البلاطه، فبالتالي ما يبقاش عليها مومنت كبير. زاويه ميله طبعا برضه. في بقى مشكله ثانيه، مش عشان ميله كده بقى اي زاويه، قال لك اقصى زاويه تميل البوست الفا مدى زيد عن كام؟ 15 درجه. ده السؤال بقى الثاني، ليه 15؟ عشان زاويه التكرار الايه؟ الزجاج كام؟ 15. لان لو كان الزجاج بيستقر على 4 من 15 او الازاز بيستقر على 4 من 15 كنا عملنا ايه؟ خلاص في السقف كنا عملنا افق، يعني كانت البلاطه وهي افقيه كده عملت فتحه بالسقف وخلاص وخلصنا، بدل ما نعمل سيتوس ونعمل ايه؟ كل الكلام ده. ماشي؟ باشمهندس ازاي بيقلل البحر البلاطه؟ ازاي بيقلل البحر البلاطه؟ لو انت عملت البوست رأس يعني دي مثلا 10 متر يا جماعه، ماشي؟ فانا بقول لك الزاويه دي كام؟ 20 30، يبقى الارتفاع ده يبقى كام؟ 4 متر مثلا او 5 متر، ماشي؟ وبحر البلاطه هيبقى ده كله، صح؟ طب لما تميله ايه اللي حصل للبوست؟ الارتفاع قل، ايه كمان؟ وارتفاع البحر بتاع البلاطه قل، فالمومنت هيقل، ماشي؟ خلاص حد عنده مشكله في الثلاث انواع دول؟ او الثلاث بلاطات مع البوستات دي؟ هتلاحظ ايه بقى؟ ان البوست المايل ده بيجي مع مين دايما في الثلاث انواع اللي انا قلتهم دول؟ انت ركب بقى الكلام على بعض، وانت مش هيجي لك البوست لوحده والبلاطه لوحده، انا هعمل السيستم دي كله على بعض. هاجي في الاثنين ده. ده البوست معاه هيبقى ايه؟ راس. الاثنين دول البوست هيبقى معاهم ايه؟ معاهم مايل. لان ده في الرينج بتاع 6 8 هيبقى ايه؟ بوست مايل. ده برضه هيبقى البوست مايل، تمام؟ طبعا انت لو هو راس وعملته مايل مش هيقول لك طبعا صح ولا ايه؟ هي الفكره الاسهل ايه؟ رأس. ميلته يبقى ماشي اوكي، بس هو الصح ان هو يبقى رأس. لكن هنا في النوعين دول ما ينفعش يبقى رأس. ليه ما ينفعش يبقى رأس؟ عشان هيحصل بقى مشكلة احنا قلنا عليهم دول، انبعاج ومين؟ والبحر يبقى كبير، ماشي؟ بناء على الكلام ده بقى يا جماعة اللي احنا وصلنا له ده، في نوعين من الاسقف السيتوس لازم تبقى عارفهم بقى. في نوع ايه؟ نوع اسمه سلاش تايب سيتوس ونوع اسمه ايه؟ جيردر تايب سيتوس. هنزل لك التلاتة اهو. ده السلاب تايب سيتوس. هيجي لك في الامتحان بقى يقول لك عايزين نعمل سلاب تايب سيتوس، مين بقى السلاب تايب سيتوس في دول؟ أول نوعين هما سلاب تايب سيتوس. لو رسمت لك اهو زي ما كنت راسم، ده بلاطة صورة سلاب، وده ال H بيم أو ال H بيم، وده ال Y بيم، وده البوست، ودي ال Y بيم التاني، وده البوست اللي بعده، وهكذا، تمام؟ طبعا في حتة بس كده صغيرة بتبقى طالعة من فوق الـ إيه؟ من البوست خرسانة، عشان المية اللي ما بتتجمعش تدخل جوه الـ إيه؟ الشباك، بيحط هنا ماسورة صرف مثلا، ماشي؟ شيلها في شفتها يعني فين؟ ودي الكاميرا ايه؟ واي بيم، فدي الواي بيم، وده البوست، ودي الاي جي بيم، ودي ايه؟ لسه بيقول لي هنا المنطقة بتاعت السودوس دي عبارة عن ايه يا جماعة؟ بلاطة ولا كاميرات ولا ايه؟ خلاص سقف الواحدة اهو خالص، سقف الواحدة عشان كده اسمه ايه؟ سلاب تايب. يبقى انا في السلاب تايب اللي هو الوان واي سوليد سلاب. اللي بعمله امتى؟ لما يكون المسافة بين الواي بيم وبعضه كام؟ 5 أو أقل من 5. في نوع تاني تبع السلاب تايب اللي هو بقى إيه؟ طبعا ده هيبقى شكل سلاب بلو بلوك. طبعا دي بلاطة الواي بيم، ودي في طبعا في 5 سم فوق، وبعد كده في مين؟ البلوكي، بعد كده في فوق السوليد بارت، ودي برضه الشفرة بتاعت البلاطة اللي هتطلع، وهنا في مين؟ الريتش بيم، ماشي؟ المسافة دي بقى كام المفروض؟ 5 مثلا، عشان كده عملت البوست ايه؟ مايل، يبقى دي البلاطة بلو بلوك، ودي برضه الريتش بيم، ودول مين؟ الواي بيم. عملت البوست ليه مايل؟ عشان السقف ايه؟ عشان الاسبان بقى من 5 ل 8. وده الميل بتاع البوست اللي ارتفاعها كام؟ 15. وده ميل البلاطه بقى كام؟ 20 ل 30. النوع ده برضه المنطقه بتاعت السقف المايل دي لوحدها بلاطه ولا فيها كاميرات؟
غلط. عشان كده تبع مين؟ تبع السناب تايب. يبقى دول النوعين بتوع السناب تايب اللي هو سوليد ستاب او ايه؟ او بلوك ستاب. النوع الثالث بقى اللي هو هيبقى جيردر تايب سوتوس. مين بقى جيردر تايب سوتوس بقى يا جماعه؟ اللي هو لما بتستخدم كاميرات مع مين؟ مع السقف. طب انا عندي الاسبان اكبر من ايه؟ من 10 مثلا او اكبر من 8. بيقول لي هنعمل ايه بقى معاها؟ البلاطه دي مش هتبقى لوحدها؟ هتبقى ايه معاها كمان؟ كاميرا. بس دي ماشي؟ دول مين؟ ده الأول دي البلاطة؟ ده مين؟ دي الكاميرا. دي الكاميرا اللي شايلة البلاطة. خلي بالك هي ماشية معاها عشان تشيل البلاطة، لو تحت مش هتشيلها أصلا، تمام؟ ده مين؟ بوست. ده مين؟ واي بي. خلاص؟ الفكرة هنا بقى، هنا السيستم بتاع السوتوس فيه إيه؟ في كاميرا، عشان كده بنسميه إيه؟ جردر تايب. خلاص عشان يقوي بقى الكاميرات دي قال لك هنعمل ايه كمان اهو؟ هنعمل طاقه. يبقى السيستم ده مكون من ثلاث حاجات يا جماعه، ايه هما؟ طيب وبيمسك طاي بيم الاول وبوست ودي معاه كمان طاقه. ده شكله اهو لوحده بره اهو. الجيردر تايب ده بيتحل ازاي بقى؟ طبعا الدكتور قال لكم دي في المحاضره، بيتحل ازاي؟ شوف انت قول لي بقى اتحل ازاي؟ هو الاول كونستراكشن يا جماعه شكله عامل ازاي؟ هو عباره عن حاجه بالمنظر ده. سبرين باير. يبقى احطه على طول كده. حاجه بالمنظر ده. بيقول لي الفريم ده البتاع ده على بعضه كده هيشتغل كانه فريم. هو فريم مثلث يبقى تريانجلر ايه؟ فريم. يبقى الجردر تايب يا جماعه هو مين؟ هو تريانجلر فريم، لان الثلاثه دول مع بعض هيعملوا فريم. هطلع عايز انا عملت ايه في البوست هنا كمان؟ البوست تخن هنا شويه. تخن ليه؟ هنا رفيع وهنا تخين. عشان دول مع بعض كده هيعملوا كونكشن ريجن وده يشتغل كانه قلب بالظبط. ماشي؟ ده بقى شكله في الاستراكشر. ده البوست ودي البيم وده مين؟ طاي. طبعا الطاي عباره عن لينك ممبر بيبقى فيه كود شد بس. في الاخر هو ساند على مين ومين دول؟ الواي بيم. يبقى دي واي بيم وده طاي وده بيم او سكندري بيم وده مين؟ بوست. ده يتحل ازاي بقى؟ اول حاجه ده غير محدد استاتيكيا ولا محدد؟ غير محدد عشان في مين؟ الطاي. لو ما كانش فيه الطاي كان هيبقى ايه؟ محدد. ايه الاحمال اللي عليه؟ طبعا هنا بيبقى في مين؟ قول لي انت في مين؟ السقف. السقف ده في الاخر كله على بعض كده بيديني حمل ايه؟ موزن. هنا بيبقى في حمل صغير اللي هو بتاع مين؟ الازاز. ده البلاطه وده الازاز. طبعا ممكن نهمل ده دلوقتي. المهم دي الاحمال. بتحل ده ازاي بقى؟ بالفيرشوال ورك. لو انت عارف سمعت عن الفيرشوال ورك. خلاص؟ هتعمل ايه في الفيرشوال ورك؟ هترسم ام نوت اللي هو من غير ايه خالص. من غير الطاي، هتشيل الطاي يعني تحط مكانها واحد طن وترسم الممبر، يبقى في ام نوت ترسمه زي ام نوت حاجه من المنشأ ده كده، يبقى ده عارف سالب سالب ممبر. وتقوم عامل ايه بقى؟ حاطط واحد طن مكان الطاي وعامل ايه؟ واحد طلع ورسم الممبر. الممبر ده بقى شكله عامل ازاي؟ اي كان طبعا ده المهم. انت تعمل ايه في الاخر؟ عايز تجيب بقى ايه؟ اكس. تجيب اكس ازاي؟ ده ام واحد. اكس بيجي من تكامل ام نوت مع ايه؟
هجيب دلتا بتساوي تكامل ام نوت ام ايه؟ واحد وهتلاقي تجيب مين؟ اكس. المهم بقى انا جبت الاكس يعني جبت قيمة مين؟ الفورس فين؟ في الطاي. هتجيب الفورس في الطاي وفي الاخر ترسم شكل العزوم النهائي. العزوم النهائي يا جماعه هي بشبه الام نوت بس القيم بس اللي ايه؟ لما تتغير هيبقى في ايه على الطاي؟ في كوتشات اسمها ايه؟ اكس. وده سالب سالب مو ماشي. دي طريقه تصميم ايه؟ تريبل اتش فريم. ها؟ ريتش فريم. ريتش فريم مش مهم. بص يا جماعه كل الكلام ده اللي هو اللي بيتشر ده ريتش فريم وده مين؟ السلاب. هيرموا حجمهم على مين في الاخر؟ على التريبل اتش فريم. التريبل اتش فريم ده لما تيجي تحله هتحله ازاي؟ كده. وبعدين التريبل اتش فريم ده بيدي الاكشنات لمين؟ للمنسس او الواي بي. بعد كده هو واخد الايه في الاكشنات اللي شايلها البيم. لا هو هنا في الحاله دي مين اللي شايل البيم؟ البوست. يعني انت بص هي الفكره بتاعت يا جماعه هما الاثنين بيرتفعوا على الارض دي سكندري بيم اللي فوق او البيم. في عند كل نقطه بعد شويه في ايه؟ بوست ماشي. في ايه اللي يركب هنا بعد النقط دي؟ في الكاميرات الميتة. يبقى مين اللي شايل مين؟ انت كده كده هتجيب الحمل مين في الاخر؟ بص تخيل انت عندك كاميرتين ساندين على العمود، يبقى مين اللي شايل مين؟ الكاميرا شايلة الكاميرا ولا الكاميرا رايحة العمود؟ ما كده كده هتجيب على العمود في الاخر ماشي؟ المهم عشان السؤال ده ممكن يجي لك برضه، بما ان الدكتور قال في المحاضرة يبقى ايه؟ في مقابلة برضه عشان تبقى عارف هيزعل سؤال لما تيجي مش فاكر الدكتور احمد مش هو الدكتور احمد يوسف يعني في سؤال في المقابلة ماشي؟ خلاص كده لحد هنا تمام؟ بيقول هنا في الحالات دي بضطر احمل في الطاي ساعات، فين الطاي بقى اللي بعمله؟ هو السؤال. بعمل الطاي امتى يا جماعه؟ طب وفي الامتحان هنقعد نحل بال انت هتحل اصلا انت حلتها في الاستراكشر انا عارف. طب هنعمل ايه يعني في الاستراكشر؟ لا فكره بس كده ايه؟ سيبها بس. للسبب بس ماشي؟ يعني لما حد يقول لك بحل الدرجه في الميز ازاي؟ يقول له ايه؟ كده. الاستراكشر وورد وتجيب ام رود ام واحد وتكملهم وترسم ايه؟ ام فاينل. ماشي؟ المهم بقى يا جماعه لو رحت ان شاء الله زي دي خلاص هنا ده الطاي ده موجود في كل ده يا جماعه في كل المكان هنا بيقول لك في الصالات اللي هي تتعمل في بوست مايل ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ البوست ده بيدي ايه على الواي بي؟ رياكشن مايل والبلاطه دي بتدي رياكشن ايه؟ مايل. فانت لما تيجي تحلل الرياكشنات دي هتلاقي ايه؟ ده يدي رياكشن كده وده يدي رياكشن كده والاثنين هيدوا رقص صح؟ طبعا الرأس ده هيروح لمين على طول؟ على الواي بي السبورت يعني دول بقى بيعملوا ايه في بعض؟ بيلاشوا بعض تمام؟ ما عدا ايه؟ ما عدا اول واخر باكيه. اول واخر باكيه اللي هي الباكيه الاخيره دي بتدي البلاطه بتدي رياكشن. وهتلاقي اول باكيه الناحيه الثانيه البوست بيدي ايه؟ رياكشن. لما تيجي تحلله ايه اللي هيحصل؟ الرأس ده هيروح لمين برضه؟ الواي بي. الافق ده هيعمل ايه؟ هياخد البتاع ده ويطلع بره تمام؟ وهيعمل عليها مومنت. بس في مشكله بقى تكتف في الاستراكشر لما يبقى عندك كاميرا كده عليها مومنت هيبقى ايه؟ ضعيف النشا ضعيف. يبقى لازم اعمل ايه بقى؟ جو. لازم تعمل كاميرا افقيه هنا كده في الاخر. يبقى ايه لازمه الكاميرا دي؟ دي هوريزونتال بيم هتبقى في اول واخر باكيه بس. ايه فائدتها؟ عشان المومنت الحمل ده هيعمل مومنت كده مين اللي يشيله؟ الكاميرا الافقيه دي. تاني حاجة لو انت سبتها كده لوحدها يبقى هي اصلا منظر كان في شفة طالعة من البلاط. لازم حاجة تشدها لجوه. مين بقى اللي هيشدها لجوه؟ طار. يبقى في الحالة دي بضطر اعمل ايه يا جماعة؟ طار. بس طاي فين بقى؟ في اول واخر باكية بس. ليه بقى في اول واخر باكية بس؟ عشان دول اللي عليهم ايه؟ هوريزونتال ريأكشن. في النص يا جماعة الهوريزونتال ريأكشن ده بيروح مع بعض. على الطرفين هيبقى فيه هوريزونتال اكشن. مين اللي هيشيله؟ هوريزونتال بيم. ومين اللي هيمسك الهوريزونتال بيم دي؟ طار. تخيل انت الهوريزونتال بيم دي واقفه هي لوحدها. لكن لها ايه بقى؟ سبورتات. مين السبورتات اللي هيربطها لجوه؟ الطار. ماشي؟ خلاص حد عمل كده فاهم؟ انا كنت لازم اعمل اللي هي البيم اللي انا عملتها المره دي. طب ما انا المفروض اعمل الطار ده. ما هو الطار ده الطار يا جماعه ده ايه اسمه؟ الطار ده سبورت في الافق. الكاميرا دي هو الرياكشن ده يا جماعه بيعمل ايه اصلا؟ عزوم موجبة وسالبة ماشي. مين اللي هيشيل عزوم موجبة وسالبة دي؟ الفكرة ان الكاميرا الرئيسية دي كان ممكن يشيله بس هي النشا بتاعتها ضعيفة في اتجاه الافقي. ممكن تعملها مربعة يعني ممكن تربعها كده ماشي. بس ده ايه غلط.
اسمعوا له، عامل كاميرا متر في متر مثلا، فبيقول لك بتعمل كاميرا فيرتيكال عشان تشيل الرأس، وكاميرا ايه؟ هوريزونتال عشان تشيل الأوفر. ماشي، مين بقى اللي هيسبورت بتاع الأوفر كده؟ الطارق هو اللي هيشدها تاني لجوه. ماشي، ايه؟ من الآخر يعني البوست لما يبقى مايل بتضطر تعمل ايه؟ هوريزونتال بيم وطاي في أول باكية بس. هنا بقى هنا الطاي مجبر عليه، ليه مجبر عليه؟ عشان هما التلاتة مع بعض كده بيشتغلوا كايه؟ كفريم مع بعض. حبل السيستم ده، ماشي؟ حد عنده مشكلة في دول؟ طب في أول واخد باكية هنا ما بتعملش هوريزونتال بيم؟ لا مش محتاج، ما بقولك هو ده شايف كله. ماشي، هو ده كده على بعضه سيستم بقى فريم، يشيل أفق وراس عادي. ماشي؟ حد عنده مشكلة في الأنواع دي؟ استنى برجع لها تاني. كده دي الافكار بتاعت السدوس، عايزين نحل بقى مسائل. طبعا السدوس يا جماعه في الامتحان ما بيجيش ايه؟ يعني انا السكشن اللي فات كنا بنعمل ايه؟ تصميم. ده لو جالك تصميم من الاول للاخر مش هتعرف تعمله صح ولا ايه؟ عشان لو جالك جلده طيب اللي كان بيقول جلده طيب بتاعت تصممه المفروض ارسم ليه اول، ماشي؟ وبعدين اقعد اعمل كل اللي انا عمال انقل الاحمال، وبعدين اوصل لهنا احلها بالفيرشوال اول، وبعد ما اخلص كل ده اقوم ارسم ده كمان تسليم. هنقعد بس ساعتين فيها مش هيكفي صح ولا ايه؟ هنفرد بقى فبيجي ايه رسم؟ انت هتفرد برضه بس ايه؟ هتيجي هنا هتفرد ايه بقى؟ هتفرد اكس. افرد اللي احنا عايزينه. اكس افترض انها 3 بس. ماشي حلو. في 40 متر. الصالة دي بيقول لها عايزين يعمل لها نورث لايت سيستم. طبعا انت حبيت السيتوس، اي مثلث جيلك تقوم عاملها سيتوس، ما بعملهاش الا لو ايه يا جماعه؟ نورث لايت سيستم او اندايركت لايتنج سيستم او ايه؟ او يبقى طيب بقى يقول لك على طول سيتوس بقى، يعني كده يبقى وضح الموضوع خالص. ماشي، اي حاجه بتكون موجوده مش غير كده تعملها بلاطه ايه؟ افقيه عادي خالص. الفكره الثانيه ان بيقول لك كولمز ار الاود انسايد. طبعا دي لو في اخر السنه هيجي لك ايه بقى؟ الجمله دي مش موجوده، يعني لحد الميد تيرم الجمله دي ان شاء الله موجوده، بعد الميد تيرم الجمله دي ايه؟ هتختفي بقى، هيبقى 30 في 40، تقوم عاملها ايه؟ فريم. فريم عشان تقعد معانا بقى تلته تاني. ارشر ارشر يا جماعه، والله ده اسهل حاجه في المنهج، يعني هو 20 فريم، 30 ارشر. انت مش قادر تستوعب دي مش عارف ليه. ما ينفعش 30 يبقى فريم والله. هو مفيش جديد اصلا، ما هو بيحدد لك الاسبان عشان تختار الايه؟ السيستم، هتختار السيستم غلط كمان؟ عايز برضه النفس. المهم ده كلام على الاوت انسايد، ايه المطلوب بقى؟ اول مطلوب عايزين نرسم طبعا لاي اوت، لاي اوت اللي هو بلان، بيجي يقول لك ديفرنت كروس سكشن. طبعا ديفرنت كروس سكشن جمع، يعني ايه بقى؟ يعني التلات مسافة يعني هو بلاد خلاص عرفناها، ديفرنت كروس سكشن يبقى ايه؟ الفيشن وسايد فيو. ماشي، تاني حاجة عايزين نرسم تفاصيل التسليم. هنا في ديزاين خاص من ديتيلز او ايه بقى؟ من سيستم. ده سؤال. السؤال اللي بعده عايزين نرسم التسليح على بتاع في السطوس. يعني السمبل والرسم. ايوه ما انا قلت لك. كله درو. كله درو. مفيش ديزاين. لو تركب ديزاين هتقعد تحل فيها بكره. بص يا جماعه في كام في شفت في كام نقله الاحمال في السيستم اللي انا عملته؟ بلاطه لرينج بيم لبوست لسكندري بيم لمين؟ لمين سيستم. يعني في اربع خطوات عشان تنقل الحاجه. خلاص؟ فهي بتاخد وقت. المهم هنا بقى ايه الفكره اللي في المساله دي؟ حط ان انت اول حاجه قبل ما تشوف هو سيتوس ولا مش سيتوس عندك عندنا داخلية مسموح بيها. فانا بحط صفين عشان اقسم المسافة تبقى مثلا ايه 10 يبقى في الرينج بتاع مين؟ الجرد. واقوم جاي يبقى انا ينفع احط عمدان هنا يبقى تبقى جردر مثلا على كام عمود؟ أربعة. يبقى ده المين سيستم بتاعي خلاص. ويبقى كل مسافة اس. اختار اس بقى بكام؟ خمسة. طالما ما حددليش خمسة حلوة. خلاص؟ يبقى أول حاجة ان شورت 30 ومسموح بقى اعملها ايه؟ داخلية المفروض اعمل ايه بقى؟ يوز كونتينوس جردر. يبقى السيستم بتاعي كونتينوس جردر دي شكلها اهو، كاميرا على اربع اعمدة
كل واحد مزود كام؟ 10 بنت ماشي؟ وده شكلها اهو. شباب اجي زي الشباب في الاخر ماشي. طبعا انت عايز الابعاد طبعا مش هتقعد بقى تفيدها زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت دي بس ايه في الاول لسه نتعلم يعني. هو قلنا مين السمك بس اللي انت محتاجه؟ في جردل كده كده ب 40. في جردل تقوم قاسم الاسبان 10 على كام؟ على 12 15 طلع مثلا كام؟ 80. انت حبيت رقم 80 ثبته معاك خلاص؟ كل حاجه ولها حاجه. الفريم هيبقى اكبر شويه، القرش هيبقى اصغر وهكذا. تحفظ بقى في كل سيستم ايه؟ رقم كده. المهم بعد ما جبت السيستم واخترت الاسبيشن بتاعته كل كام اهو؟ 5. نيجي بقى المشكله بتاعت مين؟ السيتوس. قال لي اعمل نورث لاين سيستم، يبقى لازم اعمل بطا ايه؟ سيتوس. اول حاجه الاتجاه الشمال سهل عليا خالص اهو، قال لك في نفس السؤال النورث دايركشن نورمال تو شورت دايركشن. يعني الشمال عمودي على مين اهو؟ عمودي على الصوت. طيب وبعدين؟ يبقى لما اجي اعمل بقى الشبيك لازم اعملها في الاتجاه ده ولا الاتجاه التاني؟ ايوه ده الاتجاه ده ماشي. يبقى نيجي نشوف اهو عشان القطاع بتاعي ده مهم. ده القطاع بتاعي دي هتبقى مين؟ الواي بيم ودي الواي بيم. اول حاجه انا عايز احدد نوع البلاطه البوست مايل ولا الراس. دي الايه؟ دي الواي بيم ودي البلاطه. خمسه وده البوست. يبقى اول حاجه مين؟ الواي بيم. الواي بيم هي المين سيستم تمام؟ يبقى الواي بيم هي المين سيستم. يبقى المسافه بين الواي بيم وبعضها كام؟ خمسه. انا لسه في الاول عشان كده مختار انا خمسه. يبقى البلاطه دي هتبقى ايه؟ والواي طبعا انت حفظت حبيت الموضوع عشان كله سوليد سلاب. هو يا جماعه مش هيجيبها لك في الامتحان ايه؟ واضحه كده يعني لازم يكعبها لك شويه. يقول لك ده المين سيستم مثلا وقعده كل 8 يبقى هي مش هتنفع سوليد سلاب. تبقى ايه؟ كله مش لازم تبقى ثابته يعني سوليد سلاب. والبوست هيبقى ايه؟ راسي. دي البوست راسي هيبقى يعني من ثلاثه. ادي القطاع طبعا انا هرسمه تاني بس ده القطاع. دي مين؟ ريدج بيم بوست دول واي بيم اللي هم مين على طول؟ مين؟ سيستم. يبقى انا حددت نوع البلاطه والبوست عن طريق التقسيمه بتاعتي خلاص؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ نيجي نرسم بقى. عشان نرسم هنسيب لك بس ايه؟ انديكيشن كده للصاله. الصاله عباره عن حاجه من المنظر ده متشال على كام عمود؟ كاميرا؟ اربع عمود ماشي؟ ده المين سيستم. هتيجي تفعل ده الشمال يبقى هتيجي تعمل ايه؟ هتعمل شبيك في الاتجاه. ودي الشبابيك الكلام ده هيتكرر. طبعا انت مش هترسم في الامتحان احنا عايزين نرسم ايه بقى؟ دي انا برسمها لك بس عشان انت متخيل انا هرسم. عايزين نرسم ايه؟ بلان وايه؟ وليفيشن وسايد فيو ثلاثة. بلان سهل خالص اهو. هتيجي داخل تاخد تقط طبعا عشان البلان طويل فباخد ايه؟ ببدا بمين دايما؟ مين سيستم. مين سيستم زي ما قلت لك شكله ايه طول السنه؟ شكله مش هيتغير ان شاء الله حتى السقف يبقى خشب. يبقى ده مين سيستم اهو على كام عمود؟ اربع عمود. اربع عمود. المسافه دي ليها كام بقى؟ 30 10 10 10 10 طبعا اتفقنا بنرسم كام مين سيستم؟ ما تروحش بقى ترسم له باكج في الامتحان وتقعد تاخد درجه حلوه يعني. لازم على الاقل ايه؟ باكيتين. ترسم كروب كده ولا مش كده؟ انت بترسم رسمه تكبر الرسم ما ترسمهوش سايز بيو هنا كده صغير. لازم يا جماعه اقعد يصحح على الرسم ده يعني. الكلام ده بقول لك السؤال كله رسم يبقى يصحح عليه. هتروح تحل برضه ولا اي حاجه. لازم تتوسع بالايه؟ تكبرها كده وتقسمها بمسطره. مش مشكله المسطره مش معناها سكيل يا جماعه والله خالص. المسطره يعني تحط بقى ايه؟ مظبوطه. المسافات دي بقى كام؟ خمسه. خمسه بقى. احنا بقى قايلين ده شكل التكسيره بتاعت البطل المفروض. يعني ده مين؟ الشمال. ده كده المين سيستم. لسه ايه؟ كان هيبان. لما تقطع كده وتبص فوق هتشوف ايه؟
طبعا انت تروح ترسم سكندري بيم، مفيش فيها سكندري بيم. ليه مفيش فيها سكندري بيم؟ عشان مش محتاجه سكندري بيم. هترسم ايه تاني؟ ايه اللي هتشوفه تاني؟ هتشوف البلاطه. البلاطه طبعا بيبقى لازم في حدود البلاطه فوق وحدود البلاطه ايه؟ في حدود البلاطه من فوق وحدود البلاطه من تحت. صح ولا لا؟ دي البلاطه. طبعا البلاطه دي يا جماعه بلاطه مايله ولا ايه؟ ولا طيب ده ده بيبين لنا ايه؟ مايله في الاتجاه ان انت فرضه ده، يبقى لازم تحط له شويه شروط كده. ده بيبين له ان البلاط ايه؟ مايل. ماشي. ايه تاني؟ لا ده احنا النهارده لو انت عايز تشوف بقى الحاجات الباقيه اللي فوق، تعال نبص بقى القطاع نفسه. انا بقطع وبص لفوق، شفت مين؟ خلاص اللي هو مين سيستم. مين سيستم بقى ده؟ على مين؟ ده راح بص، لان بص راس ودار على مين كمان؟ على اتش بي، لان ارفع منه. تمام. يبقى ايه الدنيا هيبان؟ مفيش حاجه ثانيه هتبان. يبقى كله خلاص كده الدايره. الحاجه الوحيده اللي انت عايز ترسمها اللي هي البوست، وعايز ترسمه النقط. البوست النقط ده مالوش ايه؟ مالوش فايده كده. يبقى المساله دي خلصت. لو البلان انت خلصت ماشي. في حته بس عايزين نقولها في البلان هي ايه؟ ايه؟ لا دي حاجه بقى، دي حاجات ما بتبانش انشائيا، دي مالهاش دعوه بالانشائي. ماشي. دي كانك مركب تند كده على الوجه. المهم لو انا عايز اربط الاعمده دي بقى بكاميرا، طبعا عشان العمدان تشتغل مع بعض انت تربطهم بكاميرا، فممكن اعمل ايه على الطرفين؟ كاميرا كاميرا بس ايه؟ تربيط. يعني الكاميرا الزرقاء دي كاميرات تربيط. عايز تحط بقى شويه ابعاد، يبقى انت عندك ده 10 سم مثلا. المين سيستم 40 في كام؟ 40 كده. بره بس ما بقاش ممكن تربيط بره بس. بره بس. عايز تحط جوه عادي برضه. لو انا عايز احط الجمدان من جوه عادي، بس احنا مش عايزين نبوظ شكل الايه؟ السقف من جوه يعني. طول ما انت جوه جوه الصاله، طول ما انت بص تلاقي كاميرات مش عارف ايه. طب قول لي البلاطه الجلد بتاعها 5 في 30 مش كاميرات في نص. طب احنا كده بنعمل كاميرات عشان البلاطه تبقى افقيه. 5 في 10 اعملها تعملها فين؟ ايه؟ لما الدكتور قال لك في المحاضره ايه؟ لما يبقى الاتجاه كام؟ 5؟ ده ليه دعوه بالاتجاه ده ايه؟ انت كده كده في ايه؟ في تسليح في الاتجاه التاني؟ في تسليح بينهم؟ انا الزمني ان الدكتور قال لك كام؟ 5. خلاص؟ 5 يبقى انت هو قال لك تعملها ايه؟ وان في الاتجاه القصير بتاعها اللي هو الايه؟ المايل. التاني ده بقى عايز تعمل له كاميرات، ما ينفعش انك تعمل له كاميرات. ليه ما ينفعش تعمل له كاميرات؟ لا السقف هتنزل نفسه. السقف هو اصلا خلاص، هي السقف دي صغيره، فهو قال لك انا عايزها بالشكل. هي مش ملهاش لازمه اصلا ان انا اعملها. ملهاش لازمه. هي ملهاش لازمه، انا بعملها هناك كده عشان هو انديكيشن كده على طول. اي سقف افقي يبقى الكاميرات بتاعتك افقيه، وبتعمل سقف اللي هو معلق تحت كده. ان انا بقت مايل هتبوظ شكل السقف اصلا على المهبط. هي عادي تتحط عادي، اي كاميرات ممكن احط كاميرات في اي حته. بس هو قال لك لما يبقى 5 يبقى لازم تعملها ايه؟ وان واي. ماشي؟ ده بالنسبه للبلاد. ايه تاني؟ عايزين نرسم اليفيشن. هشوف ايه في الاليفيشن؟ هشوف ايه؟ امسح الاليفيشن بقى تشوف فيه المين سيستم. اهم حاجه في الاليفيشن المين سيستم. ده المين سيستم اهو عباره عن كاميرا ثانويه على 4 ايه؟ أعمل. طبعا نفس الكلام هيبقى في ايه تحت؟ اساسات، قواعد مسلحه، قواعد عاديه، في ما بينهم بقى سمتين. طبعا في سمين عمودي، ده سمين ده سمين برضه اهو ده سمين. طبعا في خط الارض ومنسوب الايه؟ التشطيب. الكلير هايت ده اللي هو من 6 ايه؟
كل ده شغل قديم. في ايه بقى جناب مفروض حط هول بين بقى، يبقى دي هول بين برضه. يعني المين سيستم ملوش دعوه برضه بايه السقف. نيجي بقى السقف، انت عملت ايه كمان زياده؟ حطيت كمرتين تربيكن تحت اهو، دول ملهمش علاقه بالبلاط اصلا، ان هم هتنزلوا ايه تاني. في ايه بقى فوق المفروض؟ المفروض بقى تشوف تبص في الشبابيك والكاميرا الايه؟ الاتش بي من انت بتبص كده، يعني انا لازم ابص كده. المفروض اشوف مين خلاص؟ الجنب بتاع المين سيستم، واشوف مين؟ الجنب بتاع الايه؟ الريتش بي، واشوف بقى البوست كل مسافه. هختار البوست كل مسافه قد ايه؟ هي كام متر اصلا؟ لازم بوست فوق كل عمود. يبقى كام؟ 10. ال 10 دول هنقسمهم على اربعه. يبقى كل مسافه كام؟ 2 ونص. يبقى انا عندي اهو، هيبقى في بوست فوق كل عمود. والمسافه اللي هي ال 10 متر دي هقسمها على اربعه. يعني المسافه كام؟ 2 ونص. خلاص ده البوست. في ايه بقى فوق البوست؟ في الكاميرا ريتش بي. الكاميرا ريتش بي ده هيبقى ايه بقى؟ الاليفيشن بتاعها. في مين كمان؟ الشفه بتاعت البلاطه دي، او يعني بتاع البلاطه هيبان فوق. ودي الكاميرا ودي البوست. في ايه بقى بين البوست وبعضها؟ شبابيك. بتبين لنا الشبابيك. يبقى ده الريتش بيم، السلاب، وده مين؟ البوش، وده المين سيستم اللي هو بيمثل الواي ايه؟ ده كده مين خلاص؟ ده كده سيكشن اليفيشن. عايزين نرسم بقى سيكشن سايد فيو. ايه فايدة السيكشن سايد فيو في الرسمة دي؟ التمثيلة بتاعت السدوس هيبان لك فين؟ يعني القطاع ده مش هيبان لك السايد فيو في الحالة دي، ماشي؟ يبقى انا المفروض ارسم رسمة السايد فيو واحط عليه القطاع ده. هتشوف ايه في المين سيستم؟ زي ما احنا عملناه المرة اللي فاتت، المين سيستم في السايد فيو بيبان ايه بس؟ العرض بتاعه بس. فانا باجي اخد ده خط قطع اهو، ده خط قطع. عندي ثلاثة مين سيستم اهو، ده واحد. دي الجردة اللي انت قاطع فيها، وده العمود عرضه اللي هو 40. دي الجردل. في بقى هو المفروض مربط بكاميرا ايه؟ كاميرا التربيط، هيبان من الجنب تحت. في النص في كاميرا ايه؟ كاميرا التربيط. فور بيم او كاميرا التربيط برضه. بدول ممكن نسميهم كاميرات تربيط. في تحت الاساسات. الشغل بتاع مرفق. لما كانت البلاطه افقيه اتحرك ايه بس؟ قطاع البلاطه. هنا البلاطه ايه اللي حصل لها بقى؟ مايل. فانت هترسم ايه؟ القطاع اللي انا عمال ارسم فيه من الصبح دي البلاطه، وهنا ده الايه؟ ده البوست، ودي الاتش بيم او الاتش بيم، ودي البلاطه. يبقى ده القطاع اللي انا عمال ارسم فيه من اول الايه؟ الصبح. خلاص. وهنا بقول لك بقى في هنا حته زياده كده في البوست عشان الميه ما تخش جوه الايه الشكل. هعمل لك برضه اثنين كده ولا ثلاثه عشان شكل الرسمه بس يبقى ايه كويس. خلاص ده كده مين؟ سيكشن سايد فيو. طبعا ده برضه حط الارض، عايز بس نحط الارض. ده مين؟ خلاص. حد عنده مشكلة في الرسومات دي؟ ايه الاختلاف بقى في السدوس؟ عشان تعرف برضه السدوس يا جماعة عبارة عن رسمتين بس. ده
هنا ده مين؟ الشبابيك ده القطاع بتاع السدوس. دول الحاجتين دول هما السدوس. اي رسمه تجيلك المفروض ترسم ايه؟ دول. اللي بيختلف بقى الشمال عمودي على القصير عن الطويل ايه يا جماعه؟ ان دول هيتبدلوا. لو الشمال كان عمودي على الطويل يبقى ايه اللي هيحصل؟ المفروض الرسمه او الشبابيك هتلف. يبقى تجيب الشبابيك تحطها فين؟ هنا ستايل فيو. وتجيب القطاع تحطه فين؟ في الاليفيشن. ماشي؟ حد عنده مشكلة في الرسومات دي؟ دول؟ كاميرا. كاميرا. الكاميرا اللي بره ده. بص يا جماعة الكاميرا دي خد نازلة كده، فأنت بتبص من الجنب بتشوف إيه؟ الإليفيشن بتاعها. الواي بي فوق أهي. إيه يا عم ضيع الواي بي؟ الواي بي ما هي؟ ودي ماشية كده. أنت لما بتبص من الجنب هتشوف إيه؟ هتشوف دي ماشية بتقطع ومش ماشيين متوازيين. ليه اللي بره دي؟ ما هو في نفس المكتوبة. ما في نفس المكتوبة يا جماعة. الكاميرا التطبيق دي بتبقى كام سنتي؟ زي الويل بيم زي السكندري كلهم كام؟ 50. الكاميرا الميت سيستم بقى بتبقى ايه؟ 80 كبيرة 80 90 متر. ماشي؟ لو هما قد بعض كانوا المفروض يمشوا مع بعض. هما متهيألي بقوا قد بعض. خلاص؟ نيجي بقى بالنسبة لتسليح الميت سيستم. طبعا تسليح الميت سيستم ده انت ايه؟ انت عارف؟ كام ناس بقى انت تسليح الميت سيستم؟ وجينا بقى جامعة بلدنا ده نفس بتاع المرة اللي فاتت. المين سيستم يا جماعة تسليحه إليفيشن وتفريد وإيه؟ وقطاعات. عشان تسليح المين تاني ده مش هيبقى بالحب برضه للترم الأولاني عشان تبقى عارف مفيش حب للترم التاني أوي. المين سيستم اللي هي الريفورسمنت إيه ديتيلز. أول حاجة إليفيشن. إليفيشن تاني اهو تكرار. طبعا انت ايه ما صممتش تفنى لازم تبقى انت حافظ ايه؟ حديد. حديد ده تسليح المين سيستم يا جماعه عدل بيعدل اجهزه وايه؟ ومكسر. طبعا انا هنسمع اهو هذا الفراغ. طبعا ان الحديد ما بيجيش على ايه؟ صف واحد. فانت لازم تعمل فيه ايه؟ تجيبه على صفين. ده كده التسليح. ماشي؟ في المفروض ايه كمان؟ سرينج كده لازم على الاقل يبقى ايه؟ مجموعتين. طبعا الحديد ده ما هوش متصل لسه. مين اخر حاجه؟ كنات. طبعا الكنات تاني اهو تعمل ايه؟ ما تجيبهاش من بره اخدها الحديد. ده ستة مثلا الباي تمانية. وده تمانية فاي ستاشر. مش كده ده التسليحة لسه ايه بقى؟ تفريد. بالنسبة بقى للتفريد طبعا انت في الامتحان ممكن تعمل ايه يا جماعه؟ هي متماثله موجوده ارسم ايه؟ ممكن ارسم نصها عادي. اهم حاجه بس ان المادة يبقى اكبر من مين؟ التكسير. وهنا في المفروض عليه ايه؟ تعليق. بدل 4 مثلا 16 دول أربعة إيه؟ اتناشر.
التفريد اهو سكشن ده الاليفيشن لسه مين بقى سكشن بتاع ايه ده بتاع واحد وده بتاع ايه اثنين هو السكشن بقى هو المهم السكشن شكله ايه ما هوش دي سكشن ولا ايه ريكتانجل ولا ريكتانجل بقى واي بي انت عمال تقول ان الواي بي هي السيستم يبقى المفروض هو ده بتاعه ولا ايه انت عمال تقول ان الواي بي هو المين سيستم هو بيقول لك انت بتتكلم من سيستم يبقى المفروض تتكلم من سيستم شكله هيبقى شكل مين شكل الواي بي ماشي فانا عندي قطعين اي يطلع في ايه؟ كام؟ كان كام فرق؟ اربعة اربعة فرق الحديد الرئيسي هنا فين؟ فوق بدول 8 باي 16 تحت فيه؟ اربعة اربعة ايه؟ اربعة 16 وده اللي بتاع كام؟ بدول 2 شيء من 12 فين 12 وكمان 6 باي 8 ده زي اللي هو انت بتتعب انت بقى فين؟ تحت تحت يبقى دول 4 12 دول 15 طب انا 16 دول 2 12 2 12 6 4 ممكن تعمل ايه بقى؟ لو انت هنا عايز ممكن البتاع دي هيبقى فيها شويه تسليك اللي هي الشفه اللي ظهرها هحط لك ممكن احط لك هنا كده تدخل جوه الايه؟ جوه الكام حط لها مثلا ايه؟ سخين او اربع سخين هنا اهو يبقى فيها كده كده مفتوحه عشان تدخل جوه الكاميرا يبقى اربع سكه 2 12 مثلا و 2 12 طبعا ده تفتح البلاطه مش هسيب تفتح البلاطه مع الكاميرا يبقى لما يكون عندك المين سيستم هو الواي بيم يبقى شكل القطاع عامل ازاي؟ بالمنطقه دي ما هوش دي سكشن لان البلاطه اصلا ما هيش يا جماعه البلاطه مش افقيه اصلا عشان انت بتسموه ايه؟ تي اخر بقى مطلوب اللي هو التسليم شو قال لي كان في مطلوب تاني انا كده عرفت تفتح مين؟ مين سيستم؟ قال لي عايزين نرسم بقى التسليم بتاع قطاع السدوس ده المطلوب التاني اللي تقدر عليه بليز ما يقدر ام حضر عشان برضه ما تقعدش تعجل في الامتحان ما يجي يقول لك لسه بتستحي من سيستم يبقى يلا دوب بس دوب تروح تقسمه بقى تفتح السدوس وتقول انا لسه بتستحي من سيستم مين المين سيستم يا جماعه؟ البي او الفريم او الارش ايا كان المطلوب هو بقى بيقول عايزين نرسم تسريح على القطاع بتاع السدوس يعني ده القطاع بتاع السدوس اهو كبرته شويه Thank you.
عندنا اماكن في دور المسافه بينها مثلا 5 أو 6 متر، عايزين نرسم ايه؟ تسليح. يبقى ده التسليح بتاع القطاع. عشان تبين له ان القطاع ده لسه قايلين ان هو ده اسمه ايه؟ لو سبت لك دي بقى كاميرا سيمبل اللي هيحصل هتبقى غلط، لان السيمبل مفيش عديد ايه الرئيس مش هيبقى فوق بالفريم، برضه هيبقى ايه تحت القرش تحت، هو كله تحت معانا مين معانا الكونتيننس اللي هيبقى في فوق وتحت، لما تحت ده هو اللي فات دول 4 فايت هنا لسه ده بتاع الشفه برده بتاعه البلاطه هتبقى برده كده بالمنظر ده كده مفتوحه وتقول مثلا فين بالسقف حط فيها شويه ايه شويه حديد ده كده اسمه ايه بقى تسليح في السدوس على القطاع بتاعه، يعني ده كروس سكشن في التسليح مش حديد ايه البوست، لا البوست مش بقطع فيه، عايز ترسم تسليح البوست في الموجه هتقطع فيه ترسم له ايه؟ سكشن طبعا البوست حاجه معاك مربع مش شايل حاجات كتير فيبقى فيه مثلا 4 فرق ايه؟ 16 يبقى ده تفتيح البوست. المهم بقى يجي ها؟ عايز تفرق بره دول في تفريق طبعا بس الفرق بس البلاطه بس